بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المهندسة منى أبو لبدة من منصة لاميديكا. إن شاء الله أنا رح أقوم بشرح مادة الفيزياء لطلاب المنصة. طبعا هذا ثالث عام إلي من انضمامي للمنصة. أعرفكم عن نفسي شوي، أنا مهندسة مدنية، معي ماجستير في الهندسة المدنية من جامعة العلوم والتكنولوجيا. عم بعطي مادة الفيزياء في منصة لاميديكا. الحمد لله خلال الأعوام الماضية الطلاب اللي انضموا إلنا استفادوا كثير من شرح المادة وحصلوا على علامات عالية. في كثير من الطلاب حصلوا على علامات مميزة، يعني في آخر التسعينات جابوا، وهذا طبعا الحمد لله بفضل رب العالمين، يعني بأنه كنا على عند حسن ظنهم أنه حاولنا قدر الإمكان نشرح المادة ونعطيها حقها، وكنا على تواصل دائم مع الطلاب. أي شيء بدهم إياه، أي سؤال استفسار، شيء مستصعبينه، كنا على تواصل دائم معهم. طبعا بحب أنوه هنا أنه في عنا هنا رقم المنصة في حال وجود أي استفسار أو حدا إن شاء الله بحب إنه يسجل في المنصة. وطبعا هاي حسابات المنصة على اليوتيوب والإنستغرام وجميع وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا لما الواحد بيضغط على اللينك بدخل لصفحة المنصة في كل موقع، يعني على اليوتيوب أو الإنستغرام أو إلى آخره. برد بأكد يعني على معلومة إنه الطلاب يعني الحمد لله استفادوا عنا، وكنا على تواصل دائم معاهم. في إلنا جروبات خاصة بكل دفعة، بيعطونا معلومات أول بأول عن بيعطونا معلومات أول بأول عن الأشياء اللي بياخدوها. تمام. وطبعا هلا الشرح هو رح يكون هو نفس شرح الدكتور، يعني نفس المادة تبعت الدكتور، لكن رح تلاحظوا شوي انه الخط مختلف، لانه انا بصراحة بيضت الشرح يعني بكتابتي، انا لقيت انه شوي يعني هيك الامور اوضح بتصير، لكن حرفيا هذا الشرح هو نفس شرح الدكتور. انا فقط رح اوضح يعني رح أوضح هاي المعلومات على طريقتي، لكن الشرح ككتابة ونص هو شرح الدكتور، ونفس الأمثلة، يعني أمثلة الدكتور كلياتها إن شاء الله رح أشرحها في الأيام القادمة إن شاء الله، بعد ما نبلش نتعرف على المادة ونوصل وناخذ أسئلة. رح نصير نحل أسئلة عليها، وأي سؤال بدكم إياه إن شاء الله إحنا جاهزين. فبسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نبدأ. طبعا مادة الفيزياء هنا المطلوبة منكم البارت الأول فيها اللي هو بيحكي عنا عن الميكانيكس. نبدأ بتشابتر 1 اللي هو رح يكون دائما introduction measurements estimation. introduction يعني مقدمة، و measurements يعني القياس، والاستيميشن اللي هو التقدير. طيب نبدأ في الجزء الأول مطلوب منكم units standards and the SI system اللي هو بدنا نحكي عن الوحدات، ونشوف شو هي أنظمة الوحدات العالمية. The measurement of any quantity is made relative to a unit. يعني قياس أي كمية، أي كمية هو بيكون من خلال وحدة. يعني لما أنا بدي أحكي عن عمري بحكي فرضاً 30 years. تمام. لما بدي أحكي عن الوزن بحكي 60 كيلوغرام. تمام. هلأ 60 هي الرقم، هي الكوانتيتي، بينما الكيلوغرام هي اليونت. تمام. طيب and this unit must be specified along with the numerical value of the quantity. يعني هاي الكمية الرقمية لازم يرافقها وحدة تدل عندي على قيمة هاي الكمية. خلينا ناخذ example. example بحكي I bought 1 kilogram sugar. تمام. I bought يعني أنا اشتريت 1 kilogram sugar، اشتريت كيلو سكر. ما بحكي I bought 1 sugar، ولا بحكي إنه the length of the street of
The street is two. ما بحكي the length of the street is two، بدي أعرف كم طوله، هل هو 2 متر، 2 كيلو متر، 2 مايل إلى آخره. إذا هذا الرقم اللي بيجي، أو عفوا هاي الكلمة اللي بتيجي بعد الرقم هي اليونت. تمام، هلا بدنا نشوف شو السيستمز. السيستم المقصود فيها النظام، شو الأنظمة الموجودة عندنا للوحدات. بداية في عندنا شيء اسمه physical quantities. الفيزيكال كوانتيتيز او اللي هي الكميات الفيزيائيه بتنقسم عندي لقسمين. في عندنا القسم الاول اسمه فاندامنتال، والقسم الثاني اسمه ديرايفد. طبعا بنقراها فاندامنتال فيزيكال كوانتيتي، تمام الى اخره، ديرايفد فيزيكال كوانتيتي. طيب شو الفرق بيناتهم؟ هلا بداية احنا في عنا بالفاندمنتال فيزيكال كوانتيتيز، من اسمها فاندمنتال يعني اساسية، تمام، معنى اساسية يعني بتعتمد عليها الاشياء الاخرى. هاي الفاندمنتال اللي هي بداية اللينكث، ثاني واحدة اللي هي الماس، ثالث واحدة اللي هي التايم. طبعا في عندي اربعة غيرهم، لكن هدول اللي رح نتعامل معاهم مينلي، اللي هي اللينكث اللي هي الاطوال، الماس الكتل. ننتبه إنه الماس هي كتلة وليست وزن مثل الخطأ الشائع اللي إحنا متعودين عليه، والتايم اللي هو الوقت. تمام، هاي كميات أساسية. يعني شو يعني أساسية؟ يعني الأشياء الثانية أو الكميات الأخرى بتعتمد عليها. طيب هلأ هنا في عندي سيستم، رح نتحدث عن السيستم أو الأنظمة. في عندي نظام اسمه الـ SI، تمام، الـ SI system. في رموزه MKS، هلأ رح نتعرف ليش سبب هاي التسمية. وفي عندنا نظام CGS، وفي عندي نظام البريتش. طبعا كل يعني كل دولة في إلها نظام محدد، مش إنه نظام خاص فيها، وإنما نظام بتتبعه للقياسات. هلأ بداية الوحدة الأساسية اللينكث اللي هي لقياس الأطوال، وحدتها هي المتر، واختصارها ام سمول. هلا الماس اللي هي الكتلة، وحدتها بالكيلوغرام، وبتنكتب كي جي، اختصار لكيلو جرام. التايم وحدته هي السكند، واختصارها هي اس سمول. طبعا الاس اي اللي هو الستاندرد انترناشونال سيستم، اللي هو النظام العالمي. ام كي اس من وحداته الاساسية اللي هي المتر، و كي اللي هي الكيلو، واس اللي هي للتايم. هل عندي النظام الثاني اللي هو السي جي اف؟ في عندي لللينث بيتم استخدام السنتيمتر، واختصارها سي ام سمول. للماس يتم استخدام الجرام، اليونت هاي هي جي. السكند للتايم، ورمزها هي اس سمول. البريتش سيستم اللي هو النظام البريطاني اللي موجود في بريطانيا وبعض الدول كمان مطبقة هذا النظام. لللينث بيتم استخدام وحدة الفوت، واختصارها اف تي. الماس بيتم استخدام سلاج، وللتايم في عنا وحدة السكند، واختصارها او رمزها هي حرف الاس. اذا التايم هو موحد للانظمة جميعها، لكن في عندي اختلافات ما بين اللينث والماس. طيب اذا حكينا انه الفاندامنتال فيزيكال كوانتيتيز اللي هي اللينث والماس والتايم، لكن السؤال هل فقط هذول هم الفيزيكال كوانتيتيز الوحيدات الموجودين عندي؟ طبعا لا، في عندي كمان وحدات فيزيائية أساسية أخرى، اللي هي نمبر 4 اللي هي الإلكتريك كارنت، أو اللي هي التيار الكهربائي. طبعا ووحدة التيار الكهربائي هي الأمبير. طيب هلأ في عندي كمان الوحدة فيزيائية أساسية نمبر 5 اللي هي التمبريتر، درجة الحرارة. في عندي أنظمة لدرجة الحرارة، في عندي وحدتها الكلفن، ورمزها هي كي. تمام، هلأ الوحدة الأساسية نمبر 6 الموجودة عندي
اللي هي amount of substance، اللي هي كمية المادة. طبعا بنعبر عنها بالمول، ووحدتها هي MOL، تمام، اللي هي بتعبر عندي عن كمية المادة. طيب هلأ في عندي الكمية أو الـ quantity number 7 من الـ basic أو الـ fundamental، اللي هي الـ luminous intensity، أو اللي هي الشدة الضوئية، شدة الضوء، اللي هي بنعبر عنها من خلال الكانديلا ورمزها CD. الكانديلا يعني الشمعة. إذا في عندي 7 fundamental quantities، اللي هم الـ length والماس والتايم والإلكتريك كارنت والتمبريتشر والأماونت أوف سبستانس واللامينس انتنسيتي. هدول الفاندامنتال فيزيكال كوانتيتيز. طيب هلا من خلال لما نيجي نتعرف على الديرايفد فيزيكال كوانتيتيز رح نعرف شو سبب تسمية الكميات السابقة بالفاندامنتال. نيجي نتعرف هون for the rest of physical quantities، يعني لبقية الكميات الفيزيائية، we have derived units from these basic units like the unit of velocity. The unit of velocity هي متر لكل سكند. طيب كيف يعني؟ يعني لو جينا نتعرف على ال velocity أو نتذكرها، أخذناها خلال أيام المدرسة. ال velocity كلياتنا بنعرف هي عبارة عن distance over time، تمام؟ هلا الديستنس هي طول، فبالتالي وحدتها الأساسية هي length، تمام، أو الكمية الفيزيائية للديستنس هي length، والتايم هي التايم. مثل ما حكينا هون عندي التايم هي إحدى الكميات الفيزيائية، إذن التايم هي، إذا اعتمدت على الكمية الفيزيائية الأولى اللي هي اللينكث، واعتمدت على كمية فيزيائية ثانية اللي هي التايم، فبالتالي لهذا السبب بتسمى عندي الـ velocity derived physical quantity. ليش؟ لأنها اعتمدت على fundamental physical quantities. إذا الـ fundamental اللي هم هدول السبعة الديرايفد هم الكميات الفيزيائية اللي بتعتمد على الفاندامنتال فيزيكال كوانتيتيز. طيب طبعا في أمثلة كثير عن الديرايفد فيزيكال كوانتيتيز. في عندي الاكسلريشن، وفي عندي الويت، وفي عندي البريشر، تمام، وفي عندي المومنتم إلى آخره. في عندي كميات فيزيائية عديدة. هلأ مثل ما حكيت سبب تسميتها الديرايفد إنها هي اعتمدت على كميات فاندامنتال. طيب نيجي لهون. هلأ converting units، المقصود بالconverting units اللي هي تحويل الوحدات. We can convert from one unit system to the other using a conversion factor. مثل عندي ال 1 inch equals 2.54 سنتيمتر. طبعا inch هي أيضا من وحدات الطول. يعني هلأ فرضا أنا قست طول شارع، طلع عندي طول الشارع في الكيلومتر، هل معناها أنا غير قادر على معرفة كم طول هذا الشارع بالمتر أو إني أحوله للمايل فرضا؟ الجواب لا، إنه إحنا قادرين على التحويل. ما بزبط إنه يكون عندي فقط وحدة واحدة، لأنه أحياناً بيكون في عندي أجسام مايكرو. شو يعني مايكرو؟ يعني أجسام صغيرة جداً. الأجسام الصغيرة جداً أنا بحاجة إني أعبر عنها ب small units، بينما في عندي ماكرو باديز أو أجسام كبيرة الحجم. أنا يعني هاي الماكرو بقيس فيها الأشياء كبيرة جدا. فرضا طول شارع أنا ما بقيسه بالسنتيمتر وإنما بقيسه بالكيلومتر. لما بدنا خلال الدراسات نعرف كم كتلة الذرة، ما بنقيسها بالكيلوغرام ولا حتى في الجرام نفسها، وإنما بأجزاء من
هاي الكميات الفيزيائية. طيب هلا هون في تيبل في كتابكم، تيبل رقم 1-4، هذا طبعا هو المطلوب منكم، لكن راح أوضح مبدأ الكونفرجن between units. هلا للطول for length في عندي الكيلومتر، وفي عندي المتر، وفي عندي السنتيمتر، وفي عندي المليمتر. تمام. هلا إذا كنت بدي أحول من كيلومتر لمتر، يعني من قيمة أكبر لقيمة أصغر، شو بعمل؟ بضرب. بدي أحول من كيلومتر لمتر، بدي أضرب الكبير بضرب الصغير. بضرب بكم؟ بضرب في 1000. تمام. هلأ من متر لسنتيمتر، من الكبير المتر طبعا هي الكبيرة، السنتيمتر هي الصغيرة، الكبير بده أحوله للصغير، فأنا راح أضرب من متر لسنتيمتر بضرب في 100. هلأ من سنتيمتر لمليمتر بدي أضرب في 10. هلأ بدي أعمل العملية العكسية، بدي أحول من الصغير للكبير، من مليمتر لسنتيمتر بقسم على نفس الرقم اللي هو 10، من سنتيمتر لمتر بدي أقسم على 100، من متر لكيلومتر بدي أقسم على 1000. هاي الكونفرجن الخاص بمين؟ الخاص باللينك. لو بدنا نيجي للماسز للكتل، في عندي جرام، وفي عندي أكبر منه كيلو جرام، وفي عندي أصغر منه ملي جرام. طيب هلأ من كيلو جرام لجرام، من كيلو جرام لجرام بدي الكبير، حكينا الكيلو جرام هي الكبيرة، بدي أحولها للجرام، الكبير بضرب الصغير بضرب في 1000. يعني فرضا اشتريت كيلو سكر، لو بدي أحسب الكيلو سكر ال 1 كيلو جرام of sugar كم يساوي من الجرام، بحكي 1 كيلو جرام times 1000 equal 1000 جرام، ال 1 كيلو جرام equals 1000 جرام. بدي أحول من جرام لملي جرام، الجرام اللي هي الكبيرة للملي جرام الصغيرة كمان بضرب في 1000. طيب هلا بدي أعمل العكس، بدي من الصغير للكبير، من ملي جرام لجرام، الصغير ما بقدر يضرب وإنما بقسم على 1000 كمان، من جرام للكيلو جرام بقسم على 1000. تمام. طبعا في تيبل 1 4 في عندكم تيبل توضيح لكل هاي الكونفرجن. طيب هلا في عندنا موضوع آخر اللي هو dimensions and dimensional analysis. في عنا شيء ضروري نعرفه اللي هو dimensional analysis. The fundamental physical quantities، نرجع هنا نأكد على المعلومة إنه ال fundamental physical quantities هي اللي رح نستخدمها خلال دراستنا هون، اللي هي length، هاي واحد، الماس، والتايم. أما الإلكتريك كارنت والإنتنسيتي واللايت إنتنسيتي والتمبريتشر والكوانتيتي أوف سبستانس، هذا ما رح ندرسها، فقط اللينث والماس والتايم. هدول are called dimensions. إذا اللينث، الماس، التايم called dimensions. طيب شو بنختصرهم؟ بنختصرهم اللينث بنعطيه الرمز L وبنحطه بين براكتس. تمام. الماس الرمز ام وبين براكتس. التايم الرمز تي وبين براكتس. هاي اسمهم، هدول اسمهم دايمنشنز. طيب هذول اللي هم الفيزيكال كوانتيتيز او الفاندامنتال فيزيكال كوانتيتيز او البيسك. طيب الديرايف دايمنشنز مثل الفيلوسيتي اللي حكينا، الفيلوسيتي اللي هي تساوي اللينث اوفر تايم،
لينكث طبعا، لانه الفيلوسيتي هي مسافه، المسافه على الزمن، المسافه هي لينكث، اللينكث هي ال، تمام؟ اللينكث هي ال، بنحطها بين براكتس. التايم اللي هي تي بنحطها بين براكتس. اذا الفيلوسيتي هي ال اوفر تي. بهاي الطريقه صحيحه، او اني احطها ببراكت واحد بهذا الشكل كمان صحيح. طيب for each dimension there is a family of units. يعني لكل dimension، شو يعني for each dimension؟ يعني لللينث في إله units، والماس إلها units، طبعا التايم هي وحدتها السكند في كل الأنظمة. For each dimension there is a family of units. For example, the dimension for displacement. Displacement اللي هي مقصود فيها الإزاحة، اللي راح نتعرفها في الدرس القادم. Displacement وحدتها هي ال length L. But we can use any of units in the three system of units. يعني بإمكاننا نستخدم لل length إما متر أو فوت أو كيلومتر أو مايل إلى آخره. إذا المقصود إنه ال dimension الواحد، ال length أنا مش محدد في وحدة واحدة، إنه فقط والله بس المتر مسموح. لا، بقدر أستخدم متر، كيلومتر، فوت، مايل، سنتيمتر إلى آخره. نفس الكلام بالنسبة للماس. طيب هلأ نيجي للدايمنشنال أناليسز، أو اللي هو تحليل هاي الدايمنشنز. Each physical equation must have the same dimensions for both sides of it. هلا الاكويجن، نتذكر شو هي الاكويجن. الاكويجن هي عباره عن المعادله. احنا بنعرف انه المعادله هي عباره عن اشاره الايكوال في عندي سايد، خلينا نسميه ليفت سايد، وفي عندي رايت سايد. هلا هاي الاكويجن to be correct شو بلزمها؟ حتى تكون الإكويجن صحيحة لازم يكون عندي ال left equals ال right، صح ولا لا؟ إذا المعادلة الفيزيائية أو الرياضية حتى تكون صحيحة لازم يكون عندي الحد الأيسر أو ال left side equal ال right side. We can use dimensional analysis to check if the equation is correct or not. هلأ بحكي لنا بإمكاني أستخدم الـ dimensional analysis حتى أحدد هاي الـ equation صحيحة أو لا. يعني ما بدي أطبق أرقام، وإنما بدي أطبق الـ dimensional analysis حتى أعرف هاي المعادلة صحيحة أو لا. خلينا نشوف كيف. For example, the displacement is given by x equals a في t. إذن عندي x equals a في t. طبعا هون دائما بيعرف لي الترمز، الترمز اللي هي الرموز. x اللي هي displacement، طبعا كملاحظة أكثر شيء ممكن يكون صعب على طالب السنة الأولى، أو يستصعب أو يستغربه، إنه هلأ أنت بدك تاخد الرموز أو الكلمات كلياتها في الإنجليش. فأنت أول، خلينا نحكي فترة البداية، راح تكون عم تتعرف على هاي المصطلحات في يعني بالإنجليزي. إنك بدك تحفظها إكس، بطل نستخدمها أو نحكي عنها مسافة، وإنما هي displacement، تمام؟ A هي عبارة عن الـ acceleration. الـ acceleration اللي هي التسارع. التي اللي هي ترمز عندي مثل ما حكي لي هون، تي is the time. طيب هلأ بدنا نتحقق هل هذه المعادلة صحيحة ولا لا. لاحظ ما في عندي أرقام حتى أتحقق، وإنما من خلال الـ dimensional analysis بدي أشوف هل هاي المعادلة correct or not. طبعا x حكينا هي displacement، إزاحة، وحدة مسافة، بالتالي الـ dimension إلها هي عبارة عن length، تمام؟ أو اللي هي L، وبنضعها بين brackets. هلا نيجي للي بعدها اللي هي التايم. التايم اللي هي طبعا الدايمنشن اللي هي من الفاندامنتال
الدايمنشن الها تي. هلا الاكسلريشن هي ليست من الفاندمنتال وانما من الديرايف، اي اللي هي الاكسلريشن هي عبارة عن derived physical quantity. شو يعني derived؟ derived يعني هي بتعتمد على fundamental. طيب نرجع لتعريف الacceleration. الacceleration هي عبارة عن ال velocity على التايم. طبعا هذا من معلوماتنا خلال أيام المدرسة، تمام؟ الـ velocity على التايم يعني السرعة على الزمن. طب إذا كانت الـ velocity نفسها هي عبارة عن derived physical quantity، معناها برجع ل الـ velocity اللي أوجدناها هون أو اللي تعرفنا عليها هون، إن الـ velocity هي عبارة عن L over T، تمام؟ إذا الـ velocity هون هي عبارة عن الـ dimension. الـ velocity خلينا أرجع أكتبها، الـ velocity هي عبارة عن length over time كمان. هاي هي عبارة عن ال velocity. طيب كلياتها مقسومة على time، تمام؟ إذا شو بصير عندي هون؟ بحكي length over، هاي شو بتصير عندي؟ تصير عندي length over time times مقلوب المقام الدومينيتور، تمام؟ المقام اللي هو time بصير عندي 1 over time. إذن هي عبارة عن length over time square. هلا وصلنا، يعني احنا بنضلنا نشتق لحد ما نوصل للفاندمنتال فيزيكال كوانتيتيز اللي احنا بنعرفها اللي هي اللينث والماس والتايم. طبعا هون انا ما في عندي ماس، في عندي فقط لينث وتايم. طيب الدايمنشن لللينث اللي هو ال، طبعا بحطه داخل براكت. هلا الدايمنشن للتايم هو عبارة عن تي وبحطه داخل براكت وطبعا مرفوع للقوة 2 تربيع. إذا بتصير عندي الـ acceleration هي عبارة عن L over T square. هلأ هون مطبق لي إياها، L اللي هي عبارة عن X equals، يعني هاي المعادلة الأساسية هياها، A هدول هم عبارة عن A اللي هي L over T square times T اللي هي لل T. إذن X equals A في T. طيب هلأ نفس الرياضيات العادية اللي إحنا متعودين عليها، T تربيع وفي عندي T في البسط، بتروح واحدة من ال T مع التربيع، بضل عندي فقط T في المقام. إذا صارت عندي هون بعد ما بسطنا هذا الحد صارت عندي L over T، تمام؟ إذا T راحت مع واحدة من ال T اللي في المقام، ضل عندي L over T. إذا المعادلة صارت هي عبارة عن L equals L over T. هل هذا صحيح؟ حكينا حتى تكون عندي المعادلة صحيحة لازم يكون عندي ال left side equals ال right side. طبعا ال left side هي L، ال right side اللي هي L over T، فإذا wrong equation، تمام؟ ليش؟ لأنه ال left side لا يساوي ال right side. طيب then this equation is not correct، هي ليست صحيحة because both sides of it does not have the same dimension، لأنه الطرفين ما إلهم نفس ال dimension. So we can correct the equation by write it as. هلأ لو كتبنا المعادلة خلينا نتحقق منها، x equals 1 half a t square. يلا x اللي هي لللينث، شو الدايمنشن لللينث؟ الدايمنشن لللينث اللي هو L، L between brackets equals النمبرز أو الكونستنت بكتبها مثل ما هي، أو حتى لو ما كتبتها ما في مشكلة. ليش؟ لأنه هاي النمبر is dimensionless، ما في إلها وحدة، يعني كتبتها أو ما كتبتها
ما في مشكلة. طيب خلينا نعتبر حل الدفتر نص. الاكسلريشن هاي اوجدناه هون، دايمنشن إله هو عبارة عن ال اوفر تي سكوير. هلا تي هون، تي سكوير هي عبارة عن التايم، هي عبارة عن تي، وكونها مرفوعة على القوة 2 بحط هون تربيع. تمام. طيب يلا نبسط هلا الأمور. شو بتصير عندي؟ بتصير عندي ال equals 1 half، تي سكوير هون بتروح مع تي سكوير في المقام، بضل عندي ال. هلا ال equals half 1 half ال، هل هاي الجملة صحيحة أو الإكويجن صحيحة؟ هاي dimensionally is correct. شو يعني؟ يعني هاي المعادلة من الناحية القياس، من ناحية الدايمنشنز هي صحيحة. مش معناها إنه L equals one half L، معناها إنه أنا عندي هون عندي وحدة length، وعندي هون بالرايت سايد وحدة length. دائما لازم يكون عندي إما length equals length أو mass equals mass أو length mass مع length mass. طبعا مش فقط هاي المعادلات، المهم إنه left side يساوي ال right side، حتى لو كان معاها رقم times 100، أنا ما بيهمني الرقم، الرقم هو dimensionless. إذا ممكن رياضيا هي المعادلة مش صحيحة، لكن dimensionally من ناحية ال dimensions، من ناحية هاي الوحدة شو بتقيس أو هاي الكمية شو بتقيس، هاي المعادلة صحيحة بغض النظر عن الكونستنت الموجود عندي. تمام. إذا هاي معلومة جدا مهمة، بغض النظر عن الكونستنت أنا بهمني الدايمنشن، length equals length. إذا لازم تكون عندي المعادلة متساوية من التو سايدز من ناحية الدايمنشنز وليست من ناحية رياضية. تمام. هاي هو درس اليوم، بسيط وإن شاء الله إنكم تكونوا استسهلتوه، لكن ضروري جدا ندرس الدرس بعد ما نحضر الفيديو حتى نثبت المعلومة ونكون هيك يعني شطبنا على أحد الدروس، لأنه هذا الدرس جدا مهم راح يتكرر معانا في الدروس اللاحقة. تمام. وضروري نعرف البيسكس اليونتس ونتمرن كيف نحل أسئلة عليها. أتمنى إنه وضحت الصورة ويعطيكم العافية.